ما شفتش ان اللي بيحب ابوه وامه عمره ما يخون ولا يكره مرته؟ ما شفتش الحيره اللي كنت بحطه فيها كل مره اقول له يا انا يامك يا انا يامك؟ ما شفتش انه كان متحملني رغم ان ربنا ما رزقناش بعيل؟ وغيره اتجوز بعد شهر ولا اتنين لو مرته ما حبلتش. ما فهمتش ان انا بس اللي اقدر اخليه في يدي واخليه يحبني اكتر واكتر. ما قدرتش اعمل اللي عملته فريده. اسمعي كلامي، خدي حسن واهربي من الغم اللي احنا فيه. اسمعي كلامها، كلام ناديه صح، كل كلامها صح، بس الواحد ما بيفوقش ولا يعرف الصح اللي لازم يعمله الا لما ياخد على عينه. وانتي حامل زي ما انا حامل دلوك، وانا هقولك تعملي ايه يا ريتال. انا مش متضايقه منك يا ناديه، بالعكس كل كلمه قلتيها صح، وانا عايزه انصحك نصيحه يا تاخدي بيها انت وريتال يا ما تاخدوش بيها. ولدك لما يكبر مش هيبقى ليه غير ابوه، محدش هيحبه غير ابوه، ابوه اللي هيقطع من لحمه حته حته عشان خاطره. وانت يا ناديه انا جايبالك عريس، انسي مروان، مروان مش هيرجع لك تاني ولا يشم ريحتك بعد النهارده، مش عشان هو بيكرهك لا، ولا عشان شايل منك، بس عشان خلاص حياته بقيت مليانه وانا اللي مليتها عليه. وزي ما انتي قلتي انا عرفت اعمل اللي ما عرفتيش تعمليه. طمني، انا عارفه ان خلاص مروان ما عادش عايزني تاني، واني خلاص طلعت من دماغه، بس دماغ مروان مش معاكي ولا معاي، مع حد تاني خالص، مع زينب. ايه اللي انت بتقوليه ده يا نادي؟ انا بس بوعيها، الست كتر خيرها جايبالي عريس، انا عايزاها تحافظ على بيتها وجوزها وولادها اللي جاي في بطنها. متشكره قوي انك نبهتيني، بس اللي يتجوز فريده ما يقدرش يدير وشه ولا حتى يقدر يشم ريحة غيرها. فكري العريس مستني. يا ترى بقى مين العريس ده يا ست فريد؟ المأمور. انتم عارفين وانا عارفة انه عينه كانت منها من الاول، وانا من رأيي يعني تقولي اه، الراجل قلبه واجع ما بينامش الليل، وابشرك هو قال هيجيب لك شقة في مصر، يعني هترتاحي من الهم والغم اللي كنتي بتقولي لريتال ابعدي عنه. فكري يا حبيبتي. سلام. مستفز ده قوي على فكرة. يا رينا. ماما كويسة؟ اه يا حبيبتي كويسة. شفت اللي حصل يا عبد الحكيم؟ أمك فين يا مروان؟ كنت عايزة أجيبها معايا، سابتني وروحت على البيت. فريدة خدي زينب واطلعي لفوق. أنا تحت أمرك يا عم الحاج اللي تأمر بيه، أنا زي بنتك والبيت بيتك. تعالي يا حبيبتي. يرضيك اللي حصل ده يا كبير؟ شفتي بنتك عملت ايه يا كارينة؟ وانت برضو بتصدق الكلام ده؟ تتجننتي؟ عايزه تقولي ان جبريه تعمل كده ومن غير سبب؟ وهي لما قتلت عبد الله اخوك كان في سبب؟ الكلام ده مش صح. لا صح، واسال ابوك هو عارف. انا؟ قولي يا عبد الحكيم، هي بنتي ممكن تسقط بنتك ليه؟ على فكره مراتك هي اللي عملت كده. جبرية تقتل حفيدها لما ولعت بينا البيت فيا انا وولاد اخوك، ما هي برضه كانت هتقتل حفيدها.
انت بس اللي مش عايز تسمع ولا عايز تشوف. رتال حامل من حسن، يعني شايله عفيدك. وانا عارفه ومتاكده لو رتال بنتي كانت قالت لك يا عمي انا عايزه لبن العصفور هتجيبه لها من تحت تقطيع الارض، صح وانا غلطانه؟ لا، انت عايزه تقولي ان جبريه كانت هتقتل بنتها؟ اتجننتي. اتجننت كمان لما بقول لك مراتك قتلت اخوك عبد الله. اللي بيحصل ده يا عبد الحكيم مش بيني وما بينك، ده بيني وما بين جبريه. جبريه عايزه تشوف ولاد عبد الله مرمين في الشارع بيتمرمطوا وكلاب السكك بتنعش في لحمهم. عمتي انت خلاص لازم ترجعي مصر، احب على يدك واللي انت عايزاه هتاخديه قولي لي. انت عايزه كام وهيكون في رصيدك في البنك. انت يا ابويا خلاص ما يصحش كده، انت دلوقتي العمده واللي بيحصل ده كتير وكتير قوي كمان، لا هو في صالحنا ولا صالح البلد. انا مش عايزه حاجه، انا عايزه اللي عمل كده يتحبس. امي. امك يا مروان. لا لا يا عمتي، خلاص الحدوته خلصت خلصت، ولو عايزه تقولي كلام مش زين ما تقولي شيء، ومحدش في الدنيا دي يقرب من امي او يعمل اي حاجه حتى لو عملت اكتر من اللي عملته ده مليون مره. المسؤول عن امي هو واحد الكبير. يا زين ما خلفت يا كبير.